والله بص حضرتك، انا ما رجعت من امريكا وتوفت امي الله يرحمها. الله يرحمها. فلقيت بقى المخرجين عمالين يطلبوني ان انا ارجع امثل بالحجاب. فسالت الحاجه ياسمين الخيام، قلت لها يا حاجه الناس يعني كل الوقت عايزني انزل اشتغله بالحجاب. فقلت لي اقول لك تعالي. رحنا للشيخ متولي الشعراوي رحمه الله عليه، وقال لي وماله يا بنتي، يا سلام عليكي وانت في الشهد والدموع وانت رابطه كده الرابطه دي وطالعه بتقولي كلمه كويسه لاولادك وبتعلمي الناس، اطلعي. ما هو لازم يكون في ده وفي ده، خليكي متواجده، يعني ايه اللي يمنع؟ قلت له يعني انزل يا مولانا؟ قال لي انزلي. وحتى كمان الشيخ عطيه صقر برضه الله يرحمه، ده شيخ كبير يعني برضه كان معروف في اذاعه القران الكريم والاحاديث وفتاوي، وسالته كنت برضه بصور حاجه كده ولقيته، قلت له مولانا انا خايفه. قال لي لا مثلي يا بنتي طالما بتقولي كلمه كويسه وبالحجاب، ايه اللي يمنع؟ فخلاص خدت الفتوى من اتنين كبار قوي يعني. فالحمد لله رب العالمين، فانا مش شايفه ان في اي مشكله دلوقتي. صح انك